الله عليه وسلم، ولا نعبد رب العزة كما يعبد صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نحتاج لصحبة صالحة تعيننا وتقوينا على طاعة الله؟ من منا صاحب صالحا؟ كم صالحا لديك تصحبه وتقضي وقتك معه؟ إن لم يكن لديك فاغتنم وقتك، اغتنم عمرك، لا تفرط في عمرك. اقسم بالله العظيم لو ما عندك صاحب صالح، لو ما عندك رجل ينصحك، والله انت مفرط في عمرك كله، لا تفرط فيه، اصحب الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما، المس العلم، يلتمس به علما سهل الله به طريقا الى الجنه.